المشكلة. والله يعني انا شايف طبعا يا البنت يعني مسكينه وربنا يكرمها ويسترها بستر الجميل ويكرمها في خطيبها ان شاء الله ويتجوزهم ويبقوا كويسين جدا. لكن انا مش شايف ان في حاجه اسمها يعني المسلم دايما ما يعرفش يتشاؤم. المسلم طب دايما قبل التشاؤم متفائل. عشان هي كانت بتسأل سؤال في بداية كلامها يعني، وبتقول هل ان الستات اقدام ولا لا، وفكرة انه ان دي ممكن يكون قدمها مش كويس فوشها مش حلو، لا البيت وشه مش حلو، لا نغير العتبة، الكلام اللي يعني للبعض بيقولوا ده. يعني هو طبعا مساله ان الستات اقدام واعتاب ده مثل بيقال في حياتنا العاديه. لكن على كل حال ما في ست وحشه. يعني هو ممكن تقول لي مثلا يعني في ست ربنا بيرزقك برزقها كتير قوي، وفي ست بينغص عليك شويه رزقك بيقل شويه. لكن في كلتا الحالات انت بس هي ملهاش علاقه بده، لا يعني ملهاش علاقه بهذا، سواء رزق كانت هو. الست او الراجل ده رزق هو، ده رزقه بس اللي مكتوب. طبعا وما فيش حاجه واحد كل واحد بقى اتجوز واحده ووقف رزقه او حصل له مشكله يقول لك وشها ادامها وحش عليا وتانيين ماشيها، ما ينفعش. دي الامور بالمقادير. ربنا قال في القران يا سلاميه ان كل شيء خلقناه بقدر. هي البنت بتواجه مشاكل كتيره جدا، وكل ما تخش حاسه ان هي نحس على خطيبها يقول لها لا انت مش نحس ولا حاجه، انت بس حسني علاقتك بربنا سبحانه وتعالى واستعيني بالله انت وجوزك كده، تعالوا كده ربنا بالليل كده وصلوا ربنا كده كل يوم 4 ركعات ربنا بالليل، امسكوا المصحف بالليل قبل ما تناموا نص ساعه ربنا سبحانه وتعالى، حصنوا نفسكم بلا اله الا الله. ده مش نحس ولا حاجه، ده شيطان بيحاول يتدخل، قرين بيحاول يتدخل. كانت بتسال هل ده ممكن يكون معناه مثلا اشاره من ربنا سبحانه وتعالى ان هم مش مناسبين لبعض؟ لا لا لا، او انهم ما ينفعوش مع بعض هي مثلا. بصي من علامات القبول التيسير، ما دام ربنا ميسر العمل يبقى قبله سبحانه وتعالى. هي تمشي في الموضوع في الشقه وتدعي بقى ربنا، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يقدر لها الخير، اذا كان في خير هيوفاها ليه، واذا كان في شر هيصرف عنها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما حدش ابدا يا سلام يتشائم من خطيبته او يتشائم من ولاده او يتشائم من مراته، ده كلام غير صحيح. تمام. مدام ملك. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام لنيا. بس كنت عايزه اسال الدكتور سؤال لو سمحتي. اتفضلي. انا عندي بنت مخطوبة خطيبها كويس جدا، خلوق جدا، محترم جدا، بس انا يعني في عند الارتباط او الاتفاق اتفاجئت ان هو يعني حسيت ان هو شوية شخصية ضعيفة، ما بيتكلمش يعني، كانوا في